مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مصلحة الأرصاد الجوية ترتقب تحسن في حالة الطقس على كل المناطق الشمالية خلال يوم الغد. إذن الأجواء ستكون مشمسة مع بعض الضباب الذي سيتشكل خلال الصباح الباكر نحو السواحل الغربية، يجب أخذ الحيطة والحذر. جنوبا ستتحسن السماء بالنسبة لمناطق الجنوب الغربي، بينما تبقى غائمة بالصحراء الوسطى بشمال الصحراء لغاية منطقة الواحات والجنوب الشرقي، احتمال لبعض الأمطار المحلية خاصة بمناطق الجنوب الشرقي. وللإشارة تبقى تنشط بعض الزوابع الرملية على أغلب المناطق الجنوبية، الرؤية ستكون رديئة. الحرارة خلال ليلة اليوم تبقى باردة بالمناطق الداخلية 3 درجات تحت الصفر، بتبسة بباتنا بالجلفة والبيض، من 3 إلى 6 درجات بسواحل، 4 درجات بشمال الصحراء، 9 بالصحراء الوسطى، وترتفع إلى 19 درجة بأقصى الجنوب. أما خلال ظهيرة الغد الحرارة قصوى ستعرف بعض الارتفاع خاصة نحو المناطق الغربية، 21 درجة بتلمسان، 19 بوهران، 18 درجة بالعاصمة، 17 بتيزي وزو وعنبة، ستقارب 13 درجة بالهضاب العليا، 16 بشمال الصحراء، 17 بالثورة، تقارب 23 درجة بإن صلاح وإليزي، وترتفع إلى غاية 37 درجة كعلى مقياس بأقصى الجنوب. البحر يوم الغد سيكون جميل إلى قليل الاضطراب نحو سواحل الوسطى والشرقية، رياح ضعيفة على العموم متغيرة الاتجاهات، أحيانا جنوبية شرقية بسواحل الشرقية. جولة خاطفة إلى بعض العواصم التي تقع بجنوب قارة إفريقيا. أمطار رعدية مرتقبة بكيب تاون مع 21 درجة، نفس الأجواء بأنتاناناريفو مع 27 درجة، كذلك بكينشاسا أمطار رعدية مع 33 درجة، نفس الأجواء بأبيجون، وتكون مشمسة على باقي العواصم، 25 درجة منتظرة بأديس أبيبا، 27 درجة بنيروبي ولوساكا، وترتفع إلى 38 درجة على مقياس بأبوجا. وقت شروق الشمس صبيحة الغد على مستوى العاصمة وضواحيها سيكون في حدود الساعة 7 صباحا و17 دقيقة. شكرا على المتابعة، دمتم بصحة وعافية وفي أمان الله.